السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ النهاردة يا أولاد درس جديد من دروس وقواعد النحو أقسام الكلام. قلنا ما المقصود بالكلام؟ هو عبارة عن كلمتين أو أكثر لتكمل لتعطي معنى مناسب. الكلام هو عبارة عن كلمتين أو أكثر لتعطي معنى مناسب. وينقسم الكلام يا أولاد إلى اسم وفعل وحرف. اسم وفعل وحرف. هنتعرض النهاردة لقطعة ونعرف منها الأسماء الموجودة والأفعال والحروف. نقرأ مع بعض. أنا قطرة ماء، رحلتي سعيدة تبدأ في الصباح الباكر، حيث تشرق الدنيا بنور الشمس وتتمايل أوراق الشجر وتغرد العصافير ويستعد الناس ليوم جديد. أنا أنزل من السماء إلى الأرض ليحيا الإنسان والحيوان والنبات. القطعة دي يا أولاد طبعا مقتبسة من قطرة ندى وورقة شجرة. نلاحظ في القطعة يا أولاد جمل زي أنا قطرة ماء، والجملة مكونة من بعض الكلمات وكل كلمة تختلف عن الأخرى. عندي ضمير زي أنا، قطرة ده اسم، ماء ده اسم. فبيقول لي الاسم أصلا يا أولاد في الكلمة التي تنقسم إلى اسم، الاسم عبارة عن اسم إنسان، اسم حيوان، اسم نبات، اسم جماد، صفة. يعني الاسم تحت مدلوله ليه عناصر كتير. ممكن يكون اسم إنسان، اسم دولة، اسم مدينة، اسم حيوان، اسم نبات، اسم جماد، اسم بلد. تمام؟ كل كلمة من هذه الكلمات تسمى اسم. علامة الاسم بقى يا أولاد المهم اللي احنا نعرفها علشان أتأكد إن أنا الكلمة اللي أنا اخترتها دي اسم أم فعل. بيقول لي دخول ال، أهم ما يميز الاسم أو علامات الاسم دخول ال، زي الشمس، العصفور، الإنسان، الحيوان، الشجرة، الطائر، دخول ال. التنوين مثل ماء، كاتب لي هنا يبقى بيقبل التنوين زي يا أولاد عصفور، شجرة. يبقى الاسم هو الذي يقبل التنوين. أو أن تكون الكلمة مجرورة مثل بنور، مجرورة بحرف الجر، يبقى أن الاسم بيقبل أن يسبقه حرف جر، بيقبل أن يسبقه ألف ولام، بيقبل علامة التنوين. وهناك كلمات تدل على حدث مثل في زمن معين. يبقى احنا كده يا ولاد انتقلنا إلى الفعل. الكلمة المرتبطة بحدث هي الفعل، زي تبدأ، يأكل، يلعب، تشرق، تتمايل. وكل كلمة من هذه الكلمات تسمى فعل. وهناك كلمات لا معنى لها إلا مع غيرها مثل في والباء واللام، دي اسمها الحروف. دي اسمها ايه يا أولاد؟ الحروف، اللي هي حروف الجر، حروف العطف. تمام؟ وهذه الكلمات تسمى حروف. بيقول الاسم الواقع بعد حرف الجر يكون مجرورا وعلامة جر الكسرة إذا كان مفرد، مثل رحلتي تبدأ في الصباح، تشرق الدنيا بنور الشمس. يبقى القاعدة عندي يا أولاد كده أنا اللي أنا فهمته إن الاسم هو ما دل على اسم إنسان، حيوان، نبات، جماد، صفة. علامات الاسم يقبل الألف واللام، يقبل التنوين، يقبل حرف جر. تمام؟ طيب الفعل بيرتبط بزمن معين، كلمة تدل على زمن. وهنعرف الفعل بالتفصيل، ان بينقسم الفعل الى ثلاثة انواع: الفعل الماضي والمضارع والامر. وعندي بعد كده الحرف هو ليس له معنى الا مع كلمة غيره، كلمة تتماشى معه ليصبح له معنى. يبقى بيقول لي اقرأ الدرس واستخرج ثلاثة اسماء وثلاثة افعال وثلاثة حروف على الدرس السابق اللي هو قطرة ندى وورقة شجرة. هنطبق كده من الأمثلة معانا يا أولاد من كتاب التدريبات. لما يقول لي طلع النهار، طلع ده فعل ماضي، طلع يعني الفعل تم وإيه وانتهى، ده فعل ماضي يبقى ده فعل. لما أجي أجرب كده يا أولاد، هو بينفع نحط له ألف ولام؟ الطلع بيقبل تنوين طلع؟ لا، يبقى ده أتأكدت إن هو فعل، لأن الذي يقبل ألف ولام ويقبل التنوين هو الاسم. طيب يبقى الاسم يا أولاد بيقبل ألف ولام، يقبل التنوين، يقبل حرف الجر، لكن الكلمة المرتبطة بحدوث زمن تسمى الفعل. طلع النهار، عادت سعاد، ذهبت إلى المدرسة، دي كلها أفعال، وأفعال ماضية يعني انتهت وقت حدوثها انتهى. يكرم الله المخلصين، ده فعل ايه؟ مضارع. عرفت ازاي انه مضارع يا اولاد؟ الحدث
بيحدث ويحدث إلى الآن، يكرم لسه مستمر في حدوثه، يعني مضارع يعني في الوقت الحالي بيحدث وما زال يحدث. لم أهمل، أنا برضو الفعل معايا في نفس الوقت. لم نلوث مضارع. طيب احترم، احترم أبويك، ده فعل أمر. احترم أبويك ده فعل أمر. انهضي يا مصر، ده فعل أمر. يبقى الفعل اللي بيحدث وبيرتبط بزمن حدوث معين بينقسم إلى ثلاث أنواع: الماضي والمضارع والأمر. طيب نبص على الأمثلة كده يا أولاد. عاد التلميذ من المدرسة. عندي من، ده حرف جر. قرأت كتابا عن الطب، عن ده حرف جر. لعبت بالكرة، الباء حرف جر. يبقى ما يقول لي سؤال إن شاء الله هيجي لي زي في الامتحان، استخرج اسم وبين نوعه، اسم استخرج أقسام الكلام من القطعة، الاسم الحرف الفعل. يبقى أنا لما استخرج أكون عارف ده اسم ولا فعل ولا حرف. تمام. قل آمنت بالله ثم استقم. ثم ده إيه؟ حرف. قرأت الكتاب والقصة، الواو ده إيه؟ حرف. سأقرأ كتابا أو قصة، أو ده إيه؟ حرف. لا يلعب الولد بالكرة، لا ده إيه؟ حرف، أدوات النفي. لم أهمل، أداة نفي. لن ألعب، ده أداة نفي. يبقى برضو عندي حروف النفي، أدوات النفي دي من الحروف. نبص على الأمثلة كده يا أولاد ونعرف بنجيب إزاي عنها. ضع كلمة مناسبة مكان النقط. حمل الهواء البخار. أعلى، يبقى حط إيه؟ إلى أعلى، يبقى ده كده حرف. يبقى هنا نوعها إيه؟ حرف، حرف جر، إلى أعلى. توقف نقط عن العمل. توقف الموظف عن العمل، يبقى ده اسم. نقط الله كل شيء، نقول يخلق الله كل شيء، يبقى يخلق ده فعل. ضع خط تحت الاسم وخطين تحت الفعل ودائرة حول الحرف. يبقى الجمل التالية هنحدد فين الفعل وفين الاسم وفين الحرف. كل حي يحتاج إلى الماء. عندي يحتاج، ده الفعل، إلى، ده الحرف، الماء ده اسم. تمام يا أولاد. وحي برضو اسم. وأنا سعيد أن أسمع الحكاية. أنا ده ضمير اللي هو يندرج تحت الأسماء. سعيد ده اسم. أن ده حرف. أسمع ده فعل. الحكاية اسم. طيب نبص للتدريب اللي بعد كده. أذهب نقط النادي، يبقى إلى النادي. أخرج نقط البيت. من نقط تحب القراءة. من أو هل تحب القراءة، ده سؤال. أسأل عن صديقي. أحب أن أقرأ القصص. نقط الله غفور رحيم، إن الله غفور رحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.